السلام عليكم ورحمة الله. طريقة وضع النقود أو المال الكاش في حساب شخص آخر عبر الصراف الآلي في النرويج. نقوم أولا بوضع البطاقة البنكية داخل الصراف الآلي، ومن ثم ندخل رقم سر البطاقة، وبعد ذلك تظهر لنا عدة خيارات نختار منها أندرا تشينستر، ومن ثم نختار سدال أومينت إنسكيد، ومن ثم نختار سدال إنسكيد، ومن ثم تظهر لنا رسالة تسألنا هل هذا هو الحساب الذي تريد وضع المال به؟ نختار لا، ونضع رقم الحساب الخاص بالشخص الذي نريد وضع المال في حسابه. نضغط على تست كونتو نمبر، أي كتابة رقم الحساب، ومن ثم نكتب رقم حساب هذا الشخص. ومن ثم نضغط على كلار أو فورتشيت، وتظهر لنا رسالة تسألنا هل هذا هو اسم الشخص الذي هو صاحب الحساب. نضغط على أوكي، ومن ثم تظهر لنا سؤال هل تريد أن تكتب أي شيء آخر. نضغط ناي أي لا، ومن ثم تظهر لنا رسالة نضغط فورتشيت. يفتح باب الصراف الآلي لوضع النقود، نقوم بوضع النقود في الداخل ونضغط فورتشيت، ومن ثم ننتظر قليلا، وبعد ذلك تظهر لنا الفاتورة، نتأكد بأن الأرقام صحيحة ونضغط overfer to konto، ومن ثم ننتظر خروج الفاتورة من الصراف الآلي. مع تحيات صفحة عدسة شاب سوري في النرويج.